اهلا وسهلا متابعي قناه الهام بيوتي شي وجمال وديكور، كنتمنى تكونوا بصحه جيده. الوصفه ديال اليوم هي بانكيك بالموز بدون بيض، تيجي لذيذ بزاف وكذلك تعطي كميه وفيره. اللي مازال ما اشتركش في القناه كنتمنى يشترك فيها بالضغط على سابوني او سبسكرايب او اشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل دائما بجديد القناه. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، تابعوا الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. بالنسبه لمقادير البانكيك غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق رطب، غادي نحتاجوا كذلك 300 ملي ديال الحليب. بالنسبه للناس اللي ما عندهم في الكاس ديال العبار غادي يحتاجوا الكاس كبير والثلث ديالو، واللي عندهم الاحسن يعني ياخذ العبار ديال 300 ملي. غنحتاجوا كذلك الموزه كبيره او جوج ديال الموزات، غادي نحتاجوا معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، قبيصه ديال الملح، وغادي نحتاجو معلقة كبيرة ديال السكر الخشن. ودابا غادي ندوزو للطريقة ديال التحضير. اول حاجة غنبدا بها غادي نخلط المكونات الجافة اللي هي 250 غرام ديال الدقيق رطب، قبيصة ديال الملح، ملعقة كبيرة ديال السكر الخشن، وملعقة صغيرة ديال خميرة الحلوى. غادي نخلط المكونات جيدا مع بعضياتهم وغادي نخليهم على جنب، وغادي ناخذ حبات ديال الموز غادي نقطعهم لشرائح كيف ما كتشوفوا في الصوره، وغادي نضيف لهم 300 ملي ديال الحليب، يكون عادي يعني بدرجه حراره المطبخ، سواء تخلطهم في الخلاط الكهربائي، انا هنا غادي نخلطهم غير في الميكسور. غادي نخلطهم جيدا حتى يتطحلي يعني الموز جيدا، ما يبقاوش فيه حبيبات نهائيا، وغادي نكمل التتمه ديال تحضير البانكيك. غناخد الاناء اللي غادي نخدم فيه، غادي نكب فيه الخليط ديال الموز والحليب اللي طحنت في الميكسور. من بعد غادي نضيف لهم المكونات الجافه اللي فيها الدقيق وال يعني اللي كنت حضرت من قبل، غادي نخلطهم جيدا فقط غير بيدي يعني غير بالفوي، ما غنستعمل لا خلاط لا والو، غادي نخلطهم جيدا باش ما يبقاوش حبيبات ديال الدقيق نهائيا، وغادي يكون هذا هو الشكل ديالو، هذا هو القوام ديال الخليط ديالي. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال الطهي، وكالعاده فالبانكيك كيطيب في المقلاه اللي تكون ما كتلصقش اللي كنطيبو فيها لي كريب والبغرير. وكيف ما كتشوفوا في الصوره فانا ما دهنتو لا بزبده لا بزيت نهائيا، فقط كبيت الخليط وخديت هذا هو القياس اللي بغيت انا، يعني ما يكونش كبير بزاف وما يكونش صغير. غادي نطيبوه من جهه ونقلبوه حتى يطيب لي من الجهه الاخرى. في الكل دابا راه كيطيب البانكيك، يعني ماشي شي حاجه اللي جديده. فاللي بغيت نقول لكم صراحه هذا البانكيك كيجي غزال بزاف وتيجي لذيذ يعني بمذاق الموز، وتعطي كميه يعني اللي كبيره. وغادي نكمل تتمه ديال التحضير وغتشوفوا معايا الشكل النهائي في الاخير. هذا هو الشكل النهائي ديال البانكيك من بعد ما كملت الطهي ديالو. كيف ما كتشوفوا فهو عطى كميه كبيره، وبالنسبه للتزيين فهو تيبقى اختياري، تزينوه بالشوكولاته، تزينوه بالعسل، بالفواكه الجافه، فدائما التزيين تيبقى اختياري. الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو الا جاكم الخليط ديالو يعني ثقيل، تقدروا تضيفوا من بعد القليل من الحليب تخلطوا جيدا، لان يقدر يكون على حسب النوعيه ديال الدقيق الا كان تيشرب. فهذه النصيحه اللي نقدر نقول لكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء والعائلات، تخليوا لي التعليق ديالكم وتوصلوه لعدد كبير من اللايكات. خليتكم في امان الله مع وصفه وفيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.